ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Sheba? This is your fourth plan, inshallah, for this month. Inshallah, we will take little Ra. Okay, we take the articulation point of little Ra. Okay, and practice on this letter. And also, inshallah, we will take the articulation point of letter Ta and Dal and Ta. Okay, Ta, Dal, and little Ta. Okay. And we continue our recitation from Surah Al-Baqarah, inshallah. Now I recite some ayat from Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. جزاك الله خيرا شيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.